حط لنا الشارع إذا بتريد يرضى لي عليك حبيب قلبي. حبيب قلبي فاتحين الراديو ولا لا؟ اوعكن ها. كلمتين من القلب مع تحيات عمكن أبو صلاح. مرحبا عم أبو صلاح. لك تسلموني ما أحلاكم. بلش بالحلقة. ستاتي وسادتي الكرام، الله يسعد لي أوقاتكم ويديم عليكم الصحة ويجعل المحبة سلطان حياتكم طول الحياة. اليوم حابب أحكي بموضوع بسيط جدا ومهم جدا. بسيط لأنه هون بهالبلد الجميل نادرا لتحدث مشكلة إلها علاقة بموضوع حلقة اليوم، لكن ببلادنا ممكن تصير كل يوم وبأي بيت، وخاصة مع الناس اللي بيحبوا يعملوا حالهم بيفهموا بكل شاردة وواردة. عطينا فاصل خفيف نضيف من عندك حبيب قلبي، بس هالفاصل بدي اياه يكون 220 فولت، ها مو 360 فولت بتروحنا الله وكيلك. بدنا فاصل يكون ابن عيلة. ايه سيدي منرجع. احبابي ونور عيوني الكرام، كلياتنا بنعرف خطورة التيار الكهربائي اذا ما كنا بنملك الخبرة للتعامل مع موضوع الكهرباء. في ناس سبحان الله بيحبوا يكتروا غلبة بحجة التوفير. جارنا أبو عيشة إنسان أمي يا دوب واصل للصف الثالث الابتدائي، لكن بيعرف يصلح خطوط الكهرباء ببيته وبس. وبيوم من الأيام تعطلت الغسالة، قامت الست أم عيشة عملت ذكية وطلبت من أبو عيشة يفحص الغسالة. قام الزلمة وطالع الغسالة من الحمام وقلبها على أفاها وبلش يخبص على كيفه بهالشرطان، ونسي يشيل فيش الوصل من بريز الحيط، ومن شريط لشريط ما لقى حاله غير مفكفك هالموتور والشرطان والوصلات، وما كان يوصل للعطل يلي حاصل. المهم الزلمة رفع العلم الأبيض وبلش بده يرجع كل قطعة لمحلها، وبس حاول يرجع الشرطان مسكته الكهرباء من إيديه والتيار قوي وبلش يصرخ. رقدت أم عيشة لتساعده، قامت علقت معه، والله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي أنقذهم. انقطع التيار بالصدفة وأغمي عليهم اثنيناتهم، وكانت النتيجة إسعاف أبو عيشة على المستشفى وأم عيشة كمان، وكانوا بين الحياة والموت. أعطيني فاصل يكون تياره 120 حتى ما التدع. بابي ونور عيوني الكرام، رح نكمل موضوع اليوم. تيار الكهرباء ما معه مزح بنوب، ومن هون بحب وجه ملاحظة لستات البيوت وأولادهم، إياكن واللعب بالبرايز وشرطان الكهرباء والغسالة والمكواية، لازم ينتبه منيح، وهيك منحافظ على حياتنا وحياة أولادنا. ولما بيصير عطل بأي جهاز كهربائي بالبيت فورا لازم نطفي قاطع الكهرباء الرئيسي، وبعدين نتصل مع مكتب الطوارئ يلي بالمجمع اللي ساكنين فيه إذا ساكنين بالمجمع، وإذا مو بالمجمع بأقرب مكتب طوارئ كهرباء، أو نستدعي كهربجي مختص حتى يصلح العطل. وهيك أنا بكون عملت واجبي وقدمت نصيحتي إلكم. طبعا من الضروري يا جماعة كل واحد يحاول يتعلم يصلح الشغلات البسيطة ببيته، ويكون عنده صندوق عدة فيها مفكات وبنسة وشاكوش وقطاعة وغيره وغيراته للضرورة، حتى ما يحتاج يستعير شيء من عند الجيران، وهيك بخفف على حاله مصاريف صيانة لشغلات بسيطة ممكن هو يقوم فيها. أحبابي ونور عيوني الكرام، تمام ولا مو تمام؟ وهلأ بودعكم، بدي روح صلح البراد، صار له يومين واقف وما عم يبرد، وأم صلاح أخد على خاطرها ويمكن تحرد ها. هي الحلقة أحبابي ونور عيوني الكرام توجيهية منشان ندير بالنا، أولادنا يديروا بالهم ونسواننا يديروا بالهم من الكهرباء قدر الإمكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات عمكم أبو صلاح. حبيب قلبي.
فاتحين الراديو ولا لا؟ اوعكن. كلمتين من القلب مع تحيات عمكن ابو صلاح. مرحبا عم ابو صلاح. لك تسلموني ما احلاكم. بخاطركم